الو يا ماما، اسمعي بس اسمعي. انا من امتى وانا كلمتك وبكلمك على حاجه تفرح اصلا؟ ها، دايما مشاكل 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 مشاكل. في ايه بقى؟ في ايه؟ بصي، انا مستحمله الشخص دوت، وده حاجه ضد طبيعتي اصلا. انت عارفه ان انا اصلا مستحمله نفسي بالعافيه، فلك ان تتخيلي ان انا استحمله معايا. ها، انا اصلا بصي، انا ما خلاص خلاص. عمل ايه؟ عمل ايه ده شخص قماص ودماغه صغيره. ايه ده؟ ايه ده؟ بتحايل عليه 150 مره، 150 مره. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ ليه؟ طب يا ابني قول، طيب زعلان ليه؟ وبعدين اراضيك؟ اراضي؟ لا، عيل صغير ودماغه صغير، مش عارف انا في ايه. لا لا لا، التمس له ايه؟ 70 عذر؟ التمست له 115 عذر يا ماما. هقتله؟ اعمل في ايه؟ طيب اسمه؟ احرمه من المصروف؟ ها، ما احطلوش اكل؟ اعمل له ايه طيب؟ لا قولي لي، اعمل له ايه؟ اعمل له ايه؟ ثانيه واحده. طبعا قاعده شوية صورتي قدام مامتك زي كل يوم. ايوه حضرتك في ايه يعني؟ مش فاهمه انا يعني. ماما شويت صورتك فين اصلا يعني؟ انت اصلا يعني شويت صورتك فين؟ انت اصلا شخص لا تطاق. ها، انت شخص لا تطاق. انت اللي نافع قوي. ايوه، ما انفع منك على فكره يعني، انفع منك. وكمان انت داخل وانا بكلم مامتي ليه؟ انت داخل وانا بكلم مامتي براحتك. ازاي يعني؟ وبعدين اصلا ايوه يا ماما، احنا حواراتنا تافهه. بصي يا ماما، تعالي اقعدي معاه بس 10 دقايق، شوف انت هتطيق ولا لا، شوف انت هتطيق ولا لا. ده شخص لا يطاق، ده شخص لا يطاق. انت لا تطاق، بس بقولها لك اهو، وامي شاهده على الكلام. انت لا تطاق. اقول لك ايه؟ تحكشي، ما تحكش يا حبيبي، تحكش. سيبك بقى من الشغل ده، جاي بتسبل له قدام امي والكلام من ما ياكلش. كان انت ما كنتش تلاقي ضفري اصلا، انت لو لفيت الدنيا كلها ما تلاقيش ضفري. بت سمعتي الاخلاق اللي عندي في البيت يا ماما؟ طب تعالي يا طنط بس كده عشان تشوفي بنتك بتقول ايه. بتقول يا اسطى ويا صاحبي ويا زميلي، قاعدين على الشارع، قاعدين في بيت محترم. ايه المشكله؟ طموحي يا ماما، كنت ابقى سواق التوك توك. ايه المشكله؟ ايه يا اسطى وايه يا زميلي وايه يا شباب؟ كويس انك سمعت الكلام ده وودنك. لا عادي يا ماما، انا ما كدبتش. الدور الباقي بقى على ايه؟ بقعد اتحايل عليه، اقول له مالك، وقول لي ما فيش، وهو زعلان اصلا ومقموص وعايز محل. ها، عايز محل كل شويه، واقعد ادادي فيه. ايه ده بقى؟ انا مش فاهمه. انا قلت لك انا اصلا ده شخص لا يطاق. لا، اي حوارات صغيره ماليش دعوه بقى. انا بصي، هو عامل عقله بعقلي وانا مش عامل عقلي بعقله، وبحاول على قد ما اقدر اتجنبه. ايوه انا بتجنبك على فكره. طب انا خالك، ما تخرج، مش همسك فيك على فكره. مفكر نفسه مين يعني؟ ما ده انا كان بيلف ورايا. ها، رائد فضاء. واحمد ابو هشيمه جالي على فكره. انت ايوه، انت شاهد على الكلام. مين يا ماما؟ احمد ابو هشيمه حبيبي، احمد ابو هشيمه. انت تفكر ايه؟ ده انت فضلت تحفه ورايا، تحفه وتسال هنا وتقول لهم يا جماعه مش هقدر اعيش من غير، وانا اقول لا خلاص على اخر الزمن. وصعبت عليا، وبعدين انا وافقت عليك عشان انت صعبت عليا، وكنت هترمي نفسك من فوق السطح. بعد كده قمت من النوم، صح؟ قمت من النوم ولقيتك انت في وشي وبتقول لي يا ريت والنبي، يعني مش هقدر اعيش من غيرك. يا حبيبي، انا كنت بالنسبه لك حلم بعيد كده. انت مش مصدق نفسك. ده كان كابوس مش حلم. ده لا، انت بتصدق. لا لا لا، كابوس. سمعتي يا ماما؟ سمعتي؟ اخلاق والله، اخلاق. لا لا، ده مش طبيعي. ده شخص مش ده 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 عقله صغير، ده عقله صغير يا ماما. ما انا اللي بنكشه، انا اللي بنكشه. ايوه طنط، اللي بتنكشك. بنكشك جدع جدع جدع. انت تخلي سمعتي وحشه قدام مامتي وشكل وحش. ليه الحقيقه؟ مامتك سامعه ودانا اهو. سامع ايه؟ سامع ايه يا ابو عقل صغير؟ انت مالك؟ اجي اقولك مالك؟ ماليش. ده انا 50 مره مالك ماليش. ده انا طبعا، ده انا. سامع دلوقتي. انا كنت بقولك هو اللي سامع يا ماما. خواف. انا عارفه، انا جوزت واحد خواف. حصل. طب اقفلي يا ماما، اشوف الموضوع ده. اقفلي.